طرحت المطربة الشابة إيناس عز الدين نجمة برنامج المواهب الشهير عرب آيدل أغنية دينية جديدة بعنوان عندي ثقة في الله، احتفالا بشهر رمضان الكريم. عندي ثقة في الله من كلمات أحمد القائد ولحنها يوحنا فيكتور وتوزيع وتسجيل أمير ناثان، وتم تسجيل الأغنية في أحد استوديوهات منطقة الأهرامات في الجيزة. كاميرا عرب وود شاركت الفنانة إيناس عز الدين لحظات تسجيل الأغنية الدينية، وكان لينا معاها لقاء حصري للبرنامج. رزقني روح وحياة وزادها بنعمة الإسلام وطريق هداية برحمته وفخرته الجنة. عندي ثقة في الله ومش قلقانة من الأيام، وإن كان معايا ربنا عيداني هتمنى. الأغنية اسمها عندي ثقة في الله، هي بتتكلم عن حاجة كلنا بنعيشها، قد إيه إحنا عندنا ثقة في الله وفي المستقبل، وقد إيه إحنا طول الوقت معانا ربنا وموجود جنبنا وبيساعدنا وبيساندنا، وإن اللي مكتوب لنا هنشوفه، وإن دايماً اللي مكتوب لنا خير مش شر، ومهما حصل معانا لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، ربنا بيختار لنا أفضل طريق نمشي فيه. إيناس عز الدين كشفت كمان أن الدعاء فيه مفاجآت فنية كتيرة، منها مشاركة الأخوة الأقباط في كلمات الدعاء وإهداء لمصر بشكل عام والأمة الإسلامية بشكل خاص. هي في البداية هي مبادرة من أصدقائنا وأخواتنا الأقباط لتهنئتنا بشهر رمضان الكريم، يا رب ينعاد علينا جميعا بالخير. هي كلمات أحمد القائد وألحان يوحنا فيكتور وتسجيل وتوزيع أمير ناثان وبيانو هشام مصطفى وهندسة صوت بشوي مجدي. الناس دي حبت تهنينا بشكل لائق وبطريقة ليها قيمة، لأن الفن هو اللي بيوصل كل الرسائل، فكانت دي رسالة عايزين نقول فيها إحنا واحد. أنا دوري كفنانة أن أنا أقدم الرسالة اللي أنا عايزة أقولها ووصلها من غير كلام بالفن بتاعي. هم نفس الكلام، هم حبوا أن هم يقدموا بفنهم هم رسالة سلام ويقولوا إحنا وطن واحد وكيان واحد ومفيش فرق بين مسلم ومسيحي. من ناحية تانية بتستعد إيناس عز الدين أنها تقدم أعمال فنية جديدة بعد شهر رمضان في عيد الفطر، وإنها أغنية طبعا موافقة. الألبوم هيكون منوع تماما، ولما أنا غنيت أنا بأخونك كانت عكس الطربي تماما، و والجاي هيبقى فيه طربي وهيبقى فيه دراما وهيبقى فيه كل حاجة كل الأنواع. اخترنا حوالي دلوقتي 3 أو 4 أغاني وفي إطار التنفيذ، وأول أغنية هتكون إن شاء الله على العيد طبعا موافقة. كلمات سلامة علي، ألحان سامح كريم، ويا رب احنا دلوقتي في مرحلة التوزيع، ويا رب خير إن شاء الله تعجب الناس.